موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: آخر باب من الحياة الطيبة إلى الرفيق الأعلى. قال: طلائع التوديع. لما تكملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وآله وسلم، وتتضح بعباراته وأفعاله. إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب، وتدارسه جبريل القرآن مرتين، فقال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه، صلى الله عليه وسلم. كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنه وافق ابن عباس على أنها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه. وهذا فيه من الفقه الدقيق، لأن سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، دليل على قرب أجله، من جهة أنه بعث صلى الله عليه وسلم لإعلاء هذا الدين، وقد تم ذلك، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وغالب الأمر أن يؤمر بالاستغفار في نهايات الأمور، فأمره الله عز وجل بالاستغفار والتوبة، فدل ذلك على أنه في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم. وفي أوائل صفر سنة 11 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، يعني أنا أسبقكم. الفرط الذي يسبق إلى الحوض حتى يعد الشراب ونحو ذلك، الذي يسبق أصحابه، فهو صلى الله عليه وسلم يموت في أول أمته، وأمته تأتي بعد ذلك أو يأتون بعد ذلك، فهو يسبق في أمر يعني إلى الآخرة، يسبق إليهم قبلهم، يسبق إلى الآخرة قبلهم. فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. متفق على صحته. وذلك لأنه علم أن أصحابه من المهاجرين والأنصار لن يرتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، وإن وقعت الردة في غيرهم، لكنه كان يخاطب أصحابه الصادقين المخلصين، هم من سكان المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار، وإنما وقع الشرك والردة في غيرهم. ووقع فعلا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع التنافس على شيء من الدنيا صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإنها أخبار عما يقع بعده صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك قد كان. فخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع، فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن
كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى. وبشرهم قائلا إنا بكم لاحقون، إنا بكم للاحقون، ليهن لكم هنيئا لكم ما أصبحتم فيه. فسبحان الله، أن من مات على التوحيد والإسلام والإيمان بعيدا عن الفتن فهنيئا له. ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، بالنسبة إلى ما أصبح الناس فيه أنتم في عافية. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وهذا لأن آخر الزمان تتكاثر فيه الفتن. ولا شك أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصلت الفتن من ردة من ارتد، ومنع الزكاة ممن منع، وتحول الكثيرين عن الالتزام بالإسلام. ثم بعد ذلك جبر الله هذه الفتن بأبي بكر الصديق ثم بعمر بن الخطاب. فلما قتل عمر رضي الله عنه كان فتح باب الفتن التي تموج كموج البحر. ثم سكن الأمر قليلا في أول خلافة عثمان، ثم اضطربت الفتن في آخر زمنه. ثم قتل عثمان رضي الله عنه، ثم وقعت الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم بسبب أهل الدنيا الذين تنافسوا على الدنيا. قال: بداية المرض. وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 11 من الهجرة، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة، ارتفعت درجة حرارته صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كانوا يردون ثورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 يوما أو 14 يوما، الأسبوع الأخير. وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القسم لم يكن واجبا عليه إلا أنه كان يقسم بين أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، ويبيت عند كل واحدة منهن ليلة، إلا أن عائشة رضي الله عنها كانت سودة قد وهبتها ليلتها، فكان يقسم لعائشة ليلتين ولباقي نسائه ليلة ليلة ولا يقسم لسودة. قال: ففهمنا مراده فأذن له يكون حيث شاء. فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم، تخط قدماه حتى دخل بيتها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا فضيلة، فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو أشد حبا لها من غيرها، واستراح عندها صلى الله عليه وسلم، فتبا للجاحدين لفضلها الطاعنين في منزلتها الذين يطعنون فيها وفي أبيها رضي الله تعالى عنهما. قال: وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة. كانت تجمع يديه عليه الصلاة والسلام وتقرأ في يده وتمسح بيده رجاء بركة يده عليه الصلاة والسلام، وهو يقرها على ذلك رضي الله عنها، وذلك يدل على عظيم فقهها ومنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الوفاة بخمسة أيام، ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة، اتقدت حرارة العلة في بدنه،
فاشتد به الوجع وغمي أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، غشي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة ومن شدة المرض، فقال: هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فأقعدوه في مخضب، إناء كبير يعني زي الطشتة ونحو ذلك، وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. هريقوا علي 7 قرب، يعني صبوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم، يعني يوصيهم فيما يفعلون بعده صلى الله عليه وسلم. قال: حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة، فدخل المسجد متعطفا ملحفة على منكبيه، يعني لابسا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بإصابة دسمة حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إلي، يعني اجتمعوا اجتمعوا إلي، فثابوا إليه، فقال فيما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله، هذه المسألة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ5، وفي مرضه الذي توفي فيه عندما عجز عن الخروج أكدها، كانت يعني يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لو سألنا أنفسنا لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وخرج يعهد إلى الناس فيعهد إليهم في هذا الباب، يلعن اليهود والنصارى ويحذر من اتخاذ القبور مساجد. حديث جندب سمر بن جندب أنه سمع النبي صلى حديث جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بـ5، لذلك قال أن هذه هي يوم الأربعاء، قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فهذا كما ذكرنا لماذا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، قد يعني والله أعلم أن الله أعلمه أنه ستكون فتنة في هذا الباب، وأن من أعظم فتن الأمة الغلو في الصالحين واتخاذ قبورهم مساجد حتى تصير بعد ذلك أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ولذا حذر صلى الله عليه وسلم هذا التحذير وهو في مرضه الذي يتوفى فيه، وهذا من شدة نصيحته لأمته صلى الله عليه وآله وسلم وشدة خطورة هذه المسألة. فسبحان الله، نجد بعد ذلك عامة المسلمين في الأزمنة المتأخرة أو كثيرا منهم يرى مشروعية اتخاذ القبور مساجد، ويرى أن ذلك من القربات والطاعات، رغم أنهم يعلمون ما ابتدع المبتدعون وما أشرك المشركون حول هذه القبور بعبادتها من دون الله ودعائها، واعتقاد أن أصحابها يملكون الضر والنفع والشفاء والمرض والعطاء والمنع، فسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ونظروا لهم النذور وتقربوا لهم بأنواع القربات، وربما سردوا لتلك القبور وتمسحوا بها وطافوا بها كما يطاف ببيت الله الحرام، ولا تزال هذه المقامات محضورة مشهودة في المشارق والمغارب، تدلك على مدى خطورة هذه المسألة، وتدلك على شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حين يحذرهم وهو في شدة المرض صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. فإذا جعلنا هذه المسألة من أهم ما نهتم به وندعو إليه، كان لنا نصيب عظيم من اتباع السنة ومن
إنفاذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، لأنه أراد أن يعهد إليهم فعهد إليهم بذلك. قال: وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. هو الظاهر أن هذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا لفظ الحديث. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل ذلك على أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ودعا الله ألا يجعل قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. ومعلوم أن ذلك إنما يكون بالبناء على هذه القبور وتعظيمها والغلو فيها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الذريعة إلى ذلك باتخاذها مساجد. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الذي يصيرها أوثانا بعد حين تعبد من دون الله عز وجل. قال: وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، صلى الله عليه وآله وسلم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما كان يفعل إلا لله وما انتقم لنفسه قط، صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخشى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أخطأ في شيء من ذلك، فيخشى من أمر القصاص يوم القيامة فيعرض نفسه للقصاص في الدنيا، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم نزل إلى المنبر، قال: ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر، وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم، فقال: أعطيه يا فضل بن عباس. ثم أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي. العيبة ما يوضع فيه متاع الإنسان الخاص، فالأنصار رضي الله تعالى عنهم عيبة النبي صلى الله عليه وسلم والمقربين منه، هذا معنى كرشي وعيبتي، فهم أهل خاصته عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم هم الذين احتضنوا دعوة الإسلام وآووا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناصروه وبذلوا في سبيل نصرة هذا الدين الغالي والرخيص، رضي الله تعالى عنهم. قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي رواية أنه قال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الماء، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، صلى الله عليه وسلم. نعم، استغفر الله، جزاكم الله خير. وتقل، قال: وفي إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك، وقال: فديناك بآبائنا، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده
وهو يقول فدعيناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. علم قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو المخير وأنه سوف يرحل قريبا عن هذه الحياة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أكثرهم منا، والمنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالفضل لأصحابه فيقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كل ذلك في الصحيح. في هذه الخطبة العجيبة الشأن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخطر البدع التي عصفت بالأمة بعد ذلك. حذر من بدعة اتخاذ القبور مساجد التي تقدح في توحيد الإلهية، في لا إله إلا الله، وأعني أنها تؤدي إلى حصول الشرك الذي ينافي لا إله إلا الله، وليس أن كل اتخاذ القبور مساجد يجعل ذلك قادحا في التوحيد ابتداء، لكن هذا يؤدي إلى تصيرها أوثانا تعبد، فإذا عبدت كان ذلك قدحا في التوحيد. ثم بدعة الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء أخطر بدعة ممن ينتسب إلى الإسلام ويعد من أهل الإسلام، وأشدها استمرارا، وذلك لوجود الغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة الطعن في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم بدعة الجهمية والذين يؤولون الصفات وينكرون أسماء الله وصفاته، فرد عليهم بقوله: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي، في الرواية: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. الخوخة الفتحة، كانت هناك فتحات من البيوت مباشرة على المسجد، فهذه أوضح إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأشار إلى أن أبا بكر سوف يكون هو الخليفة من بعده. وبعض أهل السنة، قليل منهم، يقولون هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالفعل قد استخلف ونص على أبي بكر، والذي عليه جمهور أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أبي بكر، لما ثبت في الصحيح عن عمر: إن أستخلف، أنه قال في مرضه الذي بعد طعنه رضي الله عنه، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولكن عهد إلى الناس بالوصايا الشرعية العظيمة، وأشار إلى فضل أبي بكر، وعلم أن الناس لن يعدلوا بأبي بكر أحدا، كما في الرواية في الصحيح في صحيح مسلم: ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات قريبة من التصريح، لكنها ليست مصرحة بأنه هو الخليفة بعده.
كما ذكرنا الرد على الجهمية في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وهذا فيه إثبات الصفات أن الله عز وجل اتخذه خليلا، كما قال أيضا في نفس هذا الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني الذي بيني وبين أخوة الإسلام. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر أخا له، وأخبر عن حبه له وحبه لابنته عائشة رضي الله عنها ظاهر كما ذكرنا. فهذا اتخاذ النبي اتخاذ الرب عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليلين يدل على صفة المحبة من الله عز وجل، أنه يحب، لأن الخلة شدة المحبة سبحانه وبحمده. وهذا رد على كل من ينكر الصفات، لأن هذه الصفة صفة المحبة وصفة الخلة، وأنها من صفات الله لا يثبتها إلا أهل السنة الخلص، لا يثبتها لا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا أي أحد من هؤلاء يعني المخالفين لمنهج أهل السنة. فهذا من فضل الله على أهل السنة أنهم الذين يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، يوم الأربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام، قال قبل أربعة أيام أي من الوفاة، ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال وقد اشتد به الوجع، هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني، يعني تركهم رجع إلى ما رأى عمر رضي الله تعالى عنه من عدم الكتابة، لأن الاختلاف فيه شر وفرقة، وعمر كان مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن عباس إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة، يقصد أن أناسا كثيرين فتح لهم باب الطعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه من أجل أن الكتاب لم يكتب، فظن بعض الناس أو أرادوا أن يوهموا أنه كانت هناك وصية أخرى منعها عمر رضي الله عنه. وما فعل عمر رضي الله عنه ذلك إلا شفقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرزية بمعنى المصيبة، فالمصيبة قد وقعت لأجل أن الناس تكلموا في خلاف ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يكتبه، كما ذكرنا أنه عندما خرج إلى الناس عاهد إليهم بهذه الوصايا، بأن لا يتخذوا القبور مساجد، وأن يعرفوا فضل الأنصار وفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن يعرفوا صفات الرب عز وجل، وأن أن أشار إليهم أن يختاروا أبا بكر، كما في الرواية في الحديث الآخر ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، فدل ذلك على أنه كان أراد أن يكتب إليهم كتابا ثم عدل عن ذلك. ولو كان الأمر على الوجوب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترك أصحابه يختلفون، ولا ألزمهم إلزاما، ولكن لما وجد الاختلاف قد يؤدي إلى فرقة بينهم أخذ برأي عمر، وأن كتاب الله فيه الكفاية، حسبكم كتاب الله أي كافيكم كتاب الله. قال وأوصى ذلك اليوم بثلاث، أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وقال لا يبقى دينان في جزيرة العرب. بعض العلماء يقول جزيرة العرب الحجاز، وبعضهم يقول جزيرة العرب معلومة هي التي بين البحار المعروفة من بين بحر الأحمر إلى الخليج إلى المحيط الهندي في الجنوب أو بحر اليمن، وهذا هو الظاهر، وشمال الجزيرة العربية في العراق والشام، والذي يظهر والله أعلى وأعلم يعني
أن الأفضل وأن المشروع إخراج كل أهل الملل الأخرى من جزيرة العرب كلها، وعلى الأقل فالحجاز وليس فقط الحرمين الشريفين، فأقل شيء أن الحجاز كله، و يعني لا الحجاز اللي هي مكة يعني الجزء الخاص بمكة والمدينة إلى البحر، كل هذا يسمى الحجاز. هي الجزيرة العربية منقسمة إلى قسمين، نجد وهي الجزء الشرقي وهي المرتفع والجزء الغربي وهو الحجاز. فالجزء الغربي كله على الأقل كل ما حول مكة والمدينة وما حولهما إلى خيبر إلى غير ذلك، لأن خيبر كانت من الحجاز بلا شك، لأن عمر أخرج اليهود اتباعا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. وأما الثالث فنسيه الراوي، ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة، أو تنفيذ جيش أسامة، أو هي الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما ملك يعني أوصى بالرقيق صلى الله عليه وسلم لأجل ضعفهم وعجزهم، فأوصى بهم، أوصى بالصلاة وأوصى بملك اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم، يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات، بالمرسلات عرفا، كما ذكرت ذلك أم الفضل رضي الله تعالى عنها في كما رواه البخاري. وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. لينوء، ذهب ليقوم ليرتفع، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرون. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ وقع ثانيا وثالثا صلى الله عليه وسلم، وقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن ينوء، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العشاء من يوم الخميس وصلاة الفجر من يوم الاثنين، و15 صلاة فيما بينها. وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر حتى لا يتشاءم الناس به. كانت تخاف على أبيها، ويعني ترجو أن يعني لا أو تخاف أن يكره الناس رجلا أم بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لما أم بهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فكانت تقول: إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، إذا صلى لم يكد يسمع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن كن أنتن يعني معشر النسوة صواحب يوسف، من أنهن يبدين أمرا ويخفين آخر، يتكلمن بكلام تقول لم يكد يسمع الناس، وأنه رجل أسيف، وهي تكتم في نفسها أمرا آخر، وهي أنها لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها. والحمد لله ما تشاءموا، بل كان من علامات استخلاف أبي بكر رضي الله عنه من الإشارة إلى استخلافه ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأبى غير أبي بكر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأبى أن يكون غيره. وذلك دليل على أن صواحب يوسف كنا يكتمن أمرا آخر، عندما قلنا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب
إنا لنراها في ضلال مبين، يعني ظاهر ذلك ذم امرأة العزيز والطعن فيها وأنها في ضلال مبين. وكنا يريدنا أمرا آخر، وهو أن ينظرنا إلى يوسف وأن يراودنه مثل ما راودته. ولذلك قال الله عز وجل عن يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن كل منهن كانت تريده. ولذلك قال الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. لا ده هو كل لا هم كلهن بعد ذلك. ده دليل على أنه بعد أن فتحت امرأة العزيز بالمراودة وأعلنت بها صراحة راودنهن أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف. هذا دليل على أنه لو شبه إنسان بآخر في بعض الصفات لا يلزم أن يكون شبيها في كل الصفات. فصواحب يوسف لم يكن مسلمات على المشهور، ولكن عائشة رضي الله عنها ومن وافقها على قولها إنما شبهنا في كتمان أمر، شبهنا صواحب يوسف في أمر دون كل الأمور، في كتمان أمر وإظهار آخر. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس قبل 3 أيام. قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بـ3 وهو يقول: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله صلى الله عليه وسلم، قبل يوم أو يومين. ويوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه بألا يتأخر، فقال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع الناس التكبير. هذه آخر مرة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي جعل الجمهور يقولون: لو صلى الإمام جالسا صلى المأمومون قياما. قالوا: هذا الحديث ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا: لأن هذا الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو في الصلاة أمر، لأنه قال: صلوا كما رأيتون يصلي. ويعني هذا فيه قوة، والله أعلى وأعلم. والإمام أحمد يقول: لو عرض للإمام عارض فصلى جالسا بعد أن بدأ الصلاة قائمة أتمها المأمومون قياما. والجمهور يرون أن المأموم يصلي قائما خلف الإمام الجالس إذا صلى جالسا، والإمام أحمد يفرق بين أن يبدأ الصلاة جالسة وبين أن يبدأها قائما ثم يجلس لعارض، فيقول: إذا بدأ جالسا صلوا جلوسا، وإذا بدأ قائما ثم جلس صلوا قياما. والله أعلم وأعلم. وقل من العلماء يقولون بالحديث الأول أنهم يصلون جلوسا على أي حال. قال: قبل يوم، وقبل يوم من الوفاة يوم الأحد، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق بستة أو سبعة دنانير كانت عنده. شيدي لا الشيخ رضوان بيقول: أبو بكر قال: ما كان لأبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي وقع في أوائل حياته، في أوائل الهجرة، عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وتأخر أبو بكر وليس في مرض موته عليه الصلاة والسلام. قال: وتصدق بـ6 أو 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل أرسلت عائشة بمصباحها امرأة من النساء، وقال: اقتري لنا في مصباحنا من عكتك السمن. يعني تصدق صلى الله عليه وسلم، ما كانش عندهم شيء يوقدون به المصباح، فقال لها:
من البتاع اللي عندها سمنه فيها، تنقط فيها شويه سمنه او زيت عشان ايه يشتعل المصباح. وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونه عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير، رواه البخاري. توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه، وعند احمد فما ولد ما يفتكها به، لانه لم يكن مشغولا صلى الله عليه وسلم بذلك، وتصدق ويعني ترك هذا الامر الى ان يعني قضاه ابو بكر رضي الله عنه. قال: اخر يوم من الحياه. روى انس بن مالك ان المسلمين بينهم في صلاه الفجر من يوم الاثنين، وابو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هيخرجوا من الصلاة، هيتكلموا، هيعملوا أي حاجة، هذا فتنة لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألنا عن ذلك، أي فيما بعد. فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت، رضي الله عنها. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه قبض في ذلك الوجع وتبعته فاطمة بعده بستة أشهر. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتوشاه، فقالت: واكرب أبته. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، حتى كان يقول: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. فهذا أوان انقطاع أبهري، الأبهر هو الشريان الأورطة المعروف الذي يخرج من القلب، وهو لم يكن أثرا مباشرا، كان بعد 3 سنوات، وإنما تألم صلى الله عليه وسلم منه وازداد مع المرض جدا. قال: وقد طرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: وكان هذا آخر ما تكلم وأوصى به الناس، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لا يبقين دينان بأرض العرب. وأوصى الناس فقال: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. كرر ذلك مرارا.
الاحتضار، وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وتوفي في يومها، يعني يوم الاثنين هذا كان يوم عائشة رضي الله عنها، رغم أنه طول المدة كان في بيتها لكن كان في يوم نوبتها الأصلية. بين سحرها، السحر هو الرئة، ونحرها كان النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة رضي الله عنها. تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، يعني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم صلى الله عليه وسلم. كان من شدة وجعه عليه الصلاة والسلام وكربه لا يستطيع إلا الإشارة. فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، اشتد السواك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته له. وهذا هو الذي تقول عائشة، أن ريقها كان في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استاك بالسواك الملين بريقها. قال: فأمره، وفي رواية أنه استن به كأحسن ما كان مستنى، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. والسكرة ما يغشى على عقل الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلد سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. قال: وما عدا أن فرغ من السواك، وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثة، ثابت في صحيح البخاري أنه قال: اللهم في الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى المرافقين في الملأ الأعلى، وهم أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو صلى الله عليه وسلم يريد رفقتهم عند الله عز وجل، وهو خيرهم وسيدهم. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثة ومالت يده ولحق، ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. استغفر الله.
وقع هذا الحادث حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام. تسرب النداء الفادح وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله. وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي في الترمذي قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، تغيرت قلوبهم بمجرد ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ووقف عمر ابن الخطاب يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. ووالله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. أو عمر قال ذلك برأيه رضي الله عنه، وكان مخطئا في ذلك، كان يظن ذلك صادقا وتبين أنه أخطأ فيه. نعم. وقد جعل الله لهذه الكلمة أثرا في إيقاع الرعب بالمنافقين، فكانت كلمة جعل الله فيها خيرا رغم أنها خطأ في الاجتهاد، لكن أرعب الله المنافقين فما استطاعوا أن يقوموا. وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح، ضاحية من ضواحي المدينة، أنه تزوج فيه أسماء، كان له بيت في طرف المدينة حين تزوج أسماء بنت عميس صلى الله عليه وسلم. وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشم بثوب حبرة فيه خطوط، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. كأنه أراد رضي الله عنه أن يرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه ثم يرجع،
فهذا يقتضي أن يموت مرة أخرى لأنه لابد من الموت، فهذه موتة وتكون موتة أخرى، فيتألم صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت مرتين، وقد قال إن الموت لسكرات، هل يجمع الله عليه ألم الموت مرتين وهو عز وجل يكره مساءة المؤمن، فكيف بمساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألمه؟ قال والله لا يجمع بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتلا أيضا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فأقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثبت الله عز وجل به الإسلام في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ثبت الله بهم الدين في قلوب أهل الدنيا كلها، ونشر بهم الدين حتى وصل إلينا، وهذا ببركة موقف أبي بكر في هذه اللحظة الشديدة الهائلة. وأبو بكر رضي الله عنه أعظم الصحابة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم به عليه الصلاة والسلام، وأعلمهم بكتاب الله عز وجل، وأعظمهم فهما وصحة في الاستدلال بآيات القرآن. وتأمل أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد في هذا الموقف، مع أنه أعظم الصحابة أدبا معه صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم له تصديقا وطاعة دون تردد ودون منازعة ودون توقف ولو للحظات، ومع ذلك فقال: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الموقف يمثل التمسك بالعقيدة ليس بالشخص، ولو كان شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لفظ العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد، لأن ذلك من شأنه التنفير عن شدة التعلق به التي تجعل العبد يترك الطاعة والعبادة إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فجعل من يترك الالتزام الصادق ويترك الطاعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أنه قد مات بمنزلة من كان يعبد محمدا. ذكره باسمه العلم ذلك لبيان عبوديته لله عز وجل، وأنه لا يعبد من دون الله، وأخبر بأن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، خلافا لمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت، ويزعمون رؤيته في اليقظة، أو يزعمون التلقي عنه في اليقظة ونحو ذلك من خرافات وخزعبلات الصوفية،
وأشباههم ممن يرد عليه هذا الموقف الرائع العظيم كما ترد عليهم الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بنو إسرائيل كان ارتباطهم بشخص موسى صلى الله عليه وسلم أعظم من ارتباطهم بدينه، ولذلك لما رحل عنهم موسى 40 يوما عبدوا العجل، وكادوا يقتلون هارون عليه السلام لما نهاهم عن عبادة العجل، ولما عاد موسى وحرق العجل تحريقا أطاعوا في ذلك، ووقفوا يتفرجون ويرضون بحرق العجل ونسفه في اليم نسفا، رغم أنهم كادوا يقتلون هارون من أيام معدودة قبل مقدم موسى من أجل العجل. ولا شك أن ارتباطهم كان بموسى أعظم من ارتباطهم بالدين الذي جاء به موسى. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أبي بكر رضي الله عنه، نخص أبا بكر رضي الله عنه، وهو الذي رفع الله قدر الصحابة به في هذا الموقف العظيم، فقال لهم: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد مضت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مع أنه مقام مصيبة وابتلاء، إلا أن هذا مقام شكر. كيف؟ لأن التمسك بدين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به والبقاء عليه هو أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. فإذا تمسك الإنسان بذلك رغم الفتن والمصائب، والتي أعظمها مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يستحق الشكر. ولذا قال عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. وكانت هذه الآية نعت الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وللناس جميعا قبل موته 8 سنين في غزوة أحد، عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكانت تثبيتا للصحابة رضي الله عنهم عند موته حقيقة صلى الله عليه وسلم. وقع الخلاف، التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض، وقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه صلى الله عليه وسلم، وهذا من فهم الصحابة لهذا الدين، وليس لأجل تنافسهم، بل لعلمهم أن القيام بأمر الدين أعظم الواجبات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة لا يمكن أن ينفرط عقدها بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يوجد قائم يقوم بأمرها وإيصال هذا الدين إلى أرجاء الأرض كما أخبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون أن عليهم مهمة لم تتم بعد، فلذلك جعلوا يبحثون في من يقوم بالأمة من بعده. قال: فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيرا اتفقوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل، وشغل الناس عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقي جسده المبارك على فراشه مغشا بثوب حبرة، وقد أغلق دونه الباب أهله. ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل العباس وعلي رضي الله عنه، والفضل وقثم ابني العباس، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابن زيد وأوس ابن خولي. فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره. وقد غسل 3 غسلات بماء وسدر، وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد بن خيثمة بقباء، وكان يشرب منها صلى الله عليه وسلم. ثم كفنوه في 3 أثواب يمانية بيض سحولية نسبة إلى بلد، من كرسف من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة،
أدرجوه فيها إدراجة، أثواب يعني مفرودة أدخل فيها صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته وجعل القبر لحدا، ودخل الناس الحجرة أرسالا عشرة عشرة يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا لا يأمهم أحد. وصلى عليه أولا أهل عشيرته، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء، أو النساء ثم الصبيان. ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا ومعظم ليلة الأربعاء. قالت عائشة ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح من جوف الليل، وفي رواية من آخر الليل، مساح الفؤوس، وفي رواية من آخر الليل ليلة الأربعاء. توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى، ودفن من آخر الليل ليلة الأربعاء، يعني يوم الثلاثاء مساء قبل طلوع الفجر من يوم الأربعاء صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يلحقنا به صالحين، وأن يرزقنا رفقته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل هناك حديث فيه أن جبريل وميكائيل والملائكة والناس من المسلمين دخلوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، وهل صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما سمعنا ذلك في أحد الشرائط؟ لا يوجد حديث صحيح في هذا المعنى، ولا يصح أن الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ولكن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه ويرحمه ويذكره عز وجل في الملأ الأعلى بأحسن الذكر. وصلاة الملائكة أيضا لم تثبت كما ذكرنا. عليكم السلام ورحمة الله. تحدثت عن الورقة التي يكتب فيها غير القرآن أنها لا تعد مصحفا. نعم، نقول الورقة إذا كتب فيها آية وأشياء أخر ولو من الذكر لا تعد مصحفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى الملوك الكفار وفيها بعض آيات. هل غلاف المصحف المكتوب عليه دار النشر يعد من المصحف؟ إذا كان فيه تفاصيل مكتوبة غير كلام الله عز وجل فهي يعني الظاهر أنها ليست كذلك كالغلاف، ولكن إذا كانت ملتصقة بالمصحف ودار النشر ليست يعني كلاما مقصودا، أخشى أن يكون الكل طالما يسمى مصحفا عرفا فهو مصحف فلا يمسه من الخارج، وهذا الأقرب. عامة السلف يرون عدم إمساك المصحف إلا بحائل لمن ليس على وضوء. والمصحف الذي به تفسير على الهامش الظاهر أنه يجوز لمسه، والأحوط أن يكون على طهارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد أن يسعى في طلب العلم ولكن يحصل له فتور وكسل وطول فترة العمل والنبطشيات وترك الطلب في هذه الأوقات والشهوات في الليل والنهار وسماع التلفزيون في المنزل والأغاني، نسأل الله العافية. يجتهد في أن يبتعد عن أماكن الشهوات المحرمة، وإذا دخل المنزل فوجد التلفزيون نهاهم ثم دخل حجرته، أو حتى أن يبيت في مكان آخر ولو في المسجد أو في غير ذلك. ويجتهد في فترة النبطشيات ونحو ذلك أن يكون معه شريط مسجل صغير يسمع عليه الدروس التي تفوته خلال فترة النبطشية، وكذلك البحث عن أناس صالحين يذكرونه إذا كسل، ويضع نفسه برنامجا من التلاوة والعبادة وطلب العلم لا يضيعه، ويتعاون مع إخوانه على ذلك يذكر بعضهم بعضا، والله المستعان. بعض الإخوة إذا رجع إلى بيته قبلت زوجته قدمه وهو راض بهذا الفعل
إذا أنكر عليه استدل بحديث لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هي في نفس الوقت تسجد له وتقبل قدمه، لو هو دليل على أنه مستحضر فعلا هذا المعنى السيء الذي فهمه خطأ من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها لأنه لم يأمر بشرا أن يسجد لبشر، والسجود عبادة لله وحده لا شريك له، فلو كان تقبيل القدم على غير هيئة السجود مثل أن يعني يكون نائما مثلا فتقبل رجله فهذا الأمر إن فعل أحيانا لا يضر، أما أنه كلما دخل نزلت على الأرض وأمامه كهيئة السارد وقبلت رجله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يسجد لأحد، وهو يستحضر هذا المعنى على فهمه المنكر ويقول أنه لأمرت المرأة، يقول لو كنت أميرا أحدا، هو لم يأمر صلى الله عليه وسلم ونهى معاذا حين سجد له، فلا ينبغي ذلك، وإنما يمكن أن تقبل يد أو الرجل في أحيان معينة دون أن يكون كهيئة الساجد، والله أعلم. ده فيك اتنين كاتبين السؤال، أهو اتنين كاتبين السؤال، أنا مش عارف أنا الحكاية دي. يعني يكتفي أن تقبل وجهه أو رأسه أو يده لكن لا ينبغي أن تكون كهيئة الساجد، بل لا يجوز ذلك. شخص في محنة مادية يريد شراء جهاز موبايل بالتقسيط ويبيعه فوري، سوف يخسر في ثمنه الأساسي، هذا عند الجمهور جائز وعلى الراجح لا يجوز؟ هذه مسألة تسمى مسألة التورق، وهو أنه لا يريد شراء الجهاز إنما يريد الورق اللي هو الفضة أو يعني هنا بقى ليه النقود، فهذا الأمر في الحقيقة عينة مع ثلاثة أطراف، يشتري من طرف بالتقسيط يصبح مدينا بعشرين مثلا أو بمئة ويقبض في يده من الثاني ثمانين، فهو في الحقيقة ثمانين بمئة، يمنع منه عمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن مالك، وهو ظاهر ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه المنع من ذلك. نعم تقول ايه؟ الجمهور بيقولوا ده بيع، بيع وشراء، لكن الصحيح ان هو تحايل على الربا. بيقول قال المفتي في حديث في التلفزيون ان انصاف المتعلمين يفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غلط في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ان المساجد هنا مكان السجود في موضع السجود، هي موضع السجود وليس المقصود المسجد كله. الحديث الذي ورد في ذلك ان ام سلمة وام حبيبه ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه وذكرت ما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يبقى بنوا على قبره مسجدا الكنيسه كلها ولا الحته بس اللي هي على قد القبر؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كان كل الناس تيجي تصلي فوق قبر الراجل؟ انصاف المتعلمين ده الامام الشافعي رحمه الله لما يقول اكره ان يعظم انسان حتى يتخذ قبره مسجدا، اخاف عليه واخاف على من بعده الفتنه، لما الامام الشافعي يقول ده لما شيخ الاسلام من انصاف المتعلمين، شيخ الاسلام لما ينص على ان ال ال أن هذا الفعل من ذرائع الشرك وأن بناء المسجد على القبر هو محدى لله والرسول صلى الله عليه وسلم، لما يعني العلماء الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ينصون على أن من أوصى ببناء قبة أو بناء مسجد على قبره لم تنفذ هذه الوصية ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، نسأل الله العافية. وإن شاء الله في مزيد من التفصيل في هذا في درس يعني في هذه المسألة، في مسألة بناء المساجد على القبور في يوم الأحد، قد ذكرنا جملة في الأحد الماضي، ومن أراد مزيد من ذلك فعليه بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، وهناك فصل في كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد شرحه في هذه المسألة. فمسألة اتهام الناس بالذين يعني يقولون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبكلام أهل العلم بأنهم أنصف متعلمين، نسأل الله العافية.
يقول أيضا التوسل لله عن طريق الصالحين يجوز لأنهم يسمعون كلام من يزورهم. استدل بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ طبعا هم الشهداء أحد، الرسول قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ليه؟ لكفار قتل بدر. ولكن نحن لا ننكر أنهم يسمعون ما ورد الشرع به أن يخاطبوا به، وما لم يرد فالأصل أنهم لا يسمعون، ليس لأجل أنهم سمعوا ذلك يسمعون كل شيء. سمعوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يسمع الكفار تبكيت المسلم لهم إذا مر بقبورهم يقول أبشروا بيسوءكم تجرون على وجوهكم وبطونكم في النار. نعم هذا يسمعون، لكن هل يسمعون ما سوى ذلك؟ قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل أنهم يسمعونه. فهل ورد أننا نقول لهم يا أصحاب القبور ادعوا الله لنا اشفعوا لنا عند الله، فضلا عن أن يقول لهم أغيثونا ارحمونا اغفروا لنا اشفوا مرضانا انتقموا من أعدائنا؟ هذا من أبطل الباطل لمجرد ادعاء أنهم يسمعون. نقول يسمعون ما ورد به الدليل، وأما التوسل بهم فلا بد أن يكون وفق ما شرع الله، التوسل بحبهم بمتابعتهم على السنة ونحو ذلك. بيع السيارات عن طريق بنك فيصل فيه شرط يقول أن المقدم 20% والباقي على 7 سنوات بحد أقصى، العائد 6% سنويا، فإذا مركبة وهذه بلا شك تكون غير جائزة، لأنه لما ينص على هذا يبقى لو تأخر عن السداد سوف يتضاعف عليه دي مبلغ الفائدة 6%. الشرط الثاني يتم عمل تأمين على الحياة طول فترة التقسيط مع مراعاة أن سن العميل لا يزيد عن 55 سنة. عقد التأمين على الحياة عقد محرم وباطل، يبقى لا يجوز الشراء بهذه الطريقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعمل أحد الإخوة في محل جيمز للألعاب، معظم الألعاب فيها موسيقى، ما حكم ذلك العمل إذا تعذر عليه إلغاء الموسيقى؟ يبقى ما يشتغلش. عمل فيه هذه الموسيقى المحرمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. في الوقت الذي كان يصلي فيه أبو بكر بالناس، ما أين كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي وحده في الحجرة، ربما كان يصلي مع عائشة، ربما كان يصلي مع بعض ما مواليه، الله أعلم. عنده سلس بول ويستعمل واقي ذكري، هل يتوضأ لكل صلاة بعد الأذان ولا بد من خلع الواقي؟ نعم لا بد أن يخلع الواقي كل صلاة بعد دخول الوقت ويستنجي ويزيل البول الذي به ويلبسه من جديد بعد غسله ويتوضأ. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة دون أخواتها؟ لا، حب لفاطمة أكثر من أخواتها، أكثر، هي أفضل بناته عليه الصلاة والسلام بلا شك. لا بيحبها صلى الله عليه وسلم، ده هي أفضل صفات طيبة، صفات جميلة، يملها من غير ما يديها حاجة زيادة، ما ادهاش حاجة. الواجب العدل في الايه في العطية، لكن واحد يحب واحد أكثر من واحد حسب الصفات طبعا. لا سيدنا يعقوب بيحب، لازم يحب سيدنا يعقوب بيحب يوسف ليه؟ صفاته تؤهله. واحد بيقول له يا أبتي والتاني يقول له إن أبانا لفي ضلال مبين، شوف الفرق بين الاثنين. يبقى ده لازم يدور ده يتحب وده ما يتحبش، نسأل الله العافية. هل أمضى الخلفاء الراشدون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ نعم فعله عمر رضي الله عنه وأخرج بقايا اليهود والباقون أسلموا. هل يجوز للرجل أن يتصدق عن وفاته مع كونه مدينا قبل وفاته الظاهر يعني، ويحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجد من يقضي عنه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قضى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ديونه وكل وعوده، وأما من لا يجد من يقضي عنه فلا يفعل. قولوا قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.